السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيوفنا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وسرور. نرحب بكم في الجلسة 184 من جلسات مجلس الخنجي عبر زوم، وشكرا لحضوركم معنا. اسمحوا لي أن أرحب بضيف جلستنا لهذا اليوم الفاضل الأستاذ رائد الحمران، شريك إداري ومدير تنفيذي بأكاديمية الرواد، ومدرب معتمد ومحلل اقتصادي. لديه خبرة أكثر من 20 عاما في مجال الأسواق المالية المحلية والعالمية. نستضيفه اليوم للحديث حول موضوع أساسيات الاستثمار وفرص الاكتتابات في البورصة. نرحب بك أستاذ رائد، ضيفاً متحدثاً معنا اليوم، ونبدأ جلستنا معك. تفضل. شكراً جزيلاً لكم جميعاً. شكرا استاذ ريهام. ألف مبروك يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. بداية أود أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور خليل الخنجي على استدامة هذا المجلس، منبر الثقافة والعلم والمعرفة. الجلسة تسلسلها 184، لو افترضنا حسبناها تقريبا حوالي 4 جلسات في الشهر، يعني على مدار 3 سنوات ما شاء الله مستدامة على الزوم. عدا عن الجلسات المباشرة، مواضيع ذات معرفة وثقافية وعلمية واقتصادية. مبارك لهذه الجهود الطيبة والأستاذة ريهام وجهود القائمين على هذا المجلس. وأود بهذه الفرصة أقدم الشكر لصديقي العزيز الإعلامي الأستاذ خلفان الطوقي على الجهود العظيمة الذي يبذلها لنشر المستجدات جميع الحضور الكرام، أخواتي وأخواني الكرام. نسأل الله هذه الجلسة أن تشكل إضافة إلى مهاراتكم وخبراتكم الاقتصادية. ما شاء الله الحضور جدا ممتاز، وبعتذر مرة ثانية عن تأخير الخلل الفني اللي تم. متاح لي تقريبا حوالي 45 دقيقة، بحاول إن شاء الله. هو في برنامج عدته أنا، برنامج أساسيات وقراءة القوائم المالية للمستجدين، وبرنامج هذا البرنامج تقريبا محتاج ل10 ساعات تدريبية لمعرفة الأساسيات، شو اسمه، أساسيات الاستثمار وقراءة القوائم المالية. وبرنامج آخر، برنامج اللي هو التحليل الأساسي والفني لأصحاب الخبرة والمهارات. هذا البرنامج ايضا يحتاج 15 ساعه تدريبيه. حاولت قدر الامكان ان ادمج هذا البرنامجين في شيء مختصر، فاعذرونا اذا كان في تقصير في الشرح او التطرق لمواضيع عديده. هلا بدي اذكر بس موقف من هذا الموقف ممكن ناخذ منه عبر. في اكتتاب ابراج، كتاب الابراج اخر كتاب كان حكومي، كنت اشجع كثير المشاركه في هذا الكتاب. فاحد الاخوان، يعني سواء كان كنت اشجع من خلال التويتر او من خلال المقابلات الشخصيه والمجموعه من اقابلهم، احد الاخوان ذكر لي انه لا، ما بشارك في الاكتتاب. فذكرت له ليش ما عم بدك تشارك في الاكتتاب؟ قال يعني شركه ابراج شركه خسرانه، باعوا الاتصالات وباعوا الابراج. استغربت انا هون، يعني شركه ابراج للحفر ما هي للاتصالات؟ فذكرت له هذا الكلام، فذكرت له انه لا، حاول يعني خذ معلوماتك من المصادر الموثوقه والرسميه. الحكومات الخليجيه بشكل عام تتوجه لطرح اصولها او الشركات الناجحه للاكتتاب العام لعده اسباب، منها مشاركه افراد المجتمع في اصول الحكوميه، 2 جذب استثمارات اجنبيه، والاستعداد للانضمام للمؤشرات، مؤشرات عالميه لاستجذاب رؤوس الاموال الاجنبيه. نباشر في المحتوى البرنامج. فطبعا الكتابات جدا مهمة، في كتاب قريب الحين إن شاء الله راح يكون أوكل شبكات الغاز. هذا جدا كتاب جدا مهم، نتأمل الكل يشارك فيه، وان شاء الله يكون كتاب ناجح، لانه جهاز الاستثمار ما عم بطرح غير اكتتابات جدا مهمه وفيها فرص استثماريه لعده اسباب، لتعميق عمق، لتوسيع عمق السوق، وجذب استثمارات اجنبيه وحكوميه. اساسيات الاستثمار وفرص الاكتتاب في البورصه. بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، صدق الله العظيم. كل عمل راح نقوم فيه او مشروع علينا بالاخذ بالاسباب،
الجهد، المتابعة، العلم. عليه الصلاة والسلام رسول الله قال: اللهم علمني ما ينفعني، اللهم زدني علما وعلمني ما ينفعني وارزقنا علما ينفعني به. تعتبر مقدمة. أول شيء نحكي عن الأسواق المالية. الأسواق المالية تعتبر من أهم أدوات الاستثمار في الوقت الحالي لعدة أسباب. الكثير من الأفراد والمؤسسات بتجهوا بمدخراتهم، ركز على كلمة، مش تسجيل يعني إجراءات الدخول في أو الحصول على رقم مستثمر، إجراءات بسيطة. النقطة الثانية عملية التسييل، عملية التسييل جدا سهولة ده، خصوصا بالأشياء خصوصا بالشركات القيادية اللي لديها تداول بشكل مستمر. النقطة الثالثة مهمة بعد، إنه في أزمة كوفيد 19 الكثير من القطاعات أغلقت بشكل كامل، لكن البورصة لا، استمرت ولا انقطعت ولا أي يوم من الأيام. من يحترف البورصة ومن لديه معرفة ومدخرات كان ممكن يحقق أرباح جدا ممتازة في هذا الوقت. والنقطة الثانية إنه في من يمتلك الأسهم بإمكانه يبيع ويرجع يشتري مرة ثانية، لأنه كان في انخفاضات قوية، فبالتالي بحقق ربح. يعني إعادة عملية معرفة مكونات البورصة، قراءة القوائم المالية، والعوامل المؤثرة على حركة الأسهم. رح نبدأ الموضوع من الشركة التجارية، بحيث إنه كيف نعرف إنه تتحول هذه الشركة مساهمة عامة. الشركة التجارية هي كيان قانوني ينشأ بموجب شخصين أو ثلاثة عندهم رغبة في الدخول في إنشاء مشروع معين، بيساهموا كل منهم بمبلغ من المال أو ممكن مبلغ من المال وخبرة. خلينا نركز على مبلغ من المال بين الطرفين لتحقيق نشاط ربح من خلال هذا المشروع. هلا حصة الشريك في كل في رأس المال تحدد من خلال السهم. هلا السهم يعتبر ملكيه في لاثبات الحق في هذا المشروع. بتقسم لاعداد من خلال، طبعا في له السهم له عده قيم، قيمه اسميه وقيمه دفتريه وقيمه سوقيه. القيمه الاسميه هذه تحدد في الشركات التجاريه المقفله، ممكن تتحدد بالريال، لكن جميع الاسهم او الشركات في البورصه تجزأت لميت بيسه. فبالتالي جدا مهم نعرف القيمة الاسمية ايش هي. القيمة الاسمية هي عند التقييد الشركة تحدد القيمة الاسمية سواء كان 100 بيسة او ريال. القيمة الدفترية تمثل في قيمة حقوق المساهمين، لا تتضمن منها الاسهم الممتازة، لكن الاحتياطيات والارباح المحتجزة بنقسمها على عدد الاسهم المصدرة. قبل ما اتعرف على القيمه الدفتريه، ورح نطبق كيف ممكن نعرف القيمه الدفتريه، نعرف نتعرف على الميزانيه العموميه. الميزانيه العموميه هي عباره عن بيان محاسبي توضح فيه اصول الشركه والتزامات الشركه او خصومها. الاصول هي عباره عن ما تمتلكه الشركه سواء من نقد، من اراضي، من معدات. الالتزامات عكسها، ايش في التزامات او الخصوم، ايش في التزامات على الشركه من دائنون، من قروض، من عدة أمور. هلا تتغير، هلا ممكن تتغير القيمة الدفترية بناء على تغيير رأس المال. يعني إذا زاد رأس المال فبالتالي ممكن تنخفض القيمة الدفترية بشكل كبير، وهذا ما حدث في بنك مسقط العام الماضي، رفع رأس المال 100% تقريبا، انخفضت القيمة الاسمية تقريبا، القيمة الدفترية عفوا، من 500 بيسة ل 250 بيسة انخفضت تقريبا. فمهم جدا نعرف القيمة الدفترية، ومهم من خلال القيمة الدفترية أيضا نتابع الموضوع. مش يعني ما بتعتمد القيمة الدفترية لوحدها ممكن أخذ قرار بناء عليها، لازم القيمة الدفترية مع اللي هو ربحية الشركة. رح نتطرق للموضوع هذا. يعني هذه إحدى ميزانية أو قانون المركز المالي للشركات. فبهمنا هون معرفة، طبعا صعب التطرق لجميع البنود، لكن جدا المقارنة مهمة بالنقدية، بالمدينون، بالدائنون، بالالتزامات، بجميع حقوق. لكن احنا خلينا نركز على القيمة الدفترية. القيمة الدفترية لازم نعرف رأس المال كم كان بعام السابق وكم كان السنة هذه، كم صار السنة هذه. فمن 2015 2016 نفترض 50,000 رأس المال ثابت بال2016. هلا هذه حكيت انا 50,000 ليش؟ لانه ما مذكور فوق ال1000 ريال، لو مذكور فوق بال1000 ريال فبالتالي بنحكي 50 مليون. لكن كونها ما مذكور بال1000 ريال اذا 50,000.
صافي حقوق الملكية 75 ألف بال2015، بال2016 ارتفع لل95 ألف. هلأ بدنا القاعدة هي صافي حقوق الملكية تقسيم عدد الأسهم، وكون افترضنا أنه القيمة الاسمية 100 بيسة، فبالتالي بدنا نقسم على 10. ظهر عندنا القيمة الدفترية، لاحظنا أنه في القاعدة بنطبقها، فبالتالي من خلال القاعدة هذه بظهر عندنا القيمة الدفترية، ولاحظنا أنه القيمة الدفترية في عليها ارتفاع من عام 2015 لعام 16. إذا القاعدة صافي حقوق الملكية تقسيم رأس المال تقسيم 10. هذه ميزانية أو قائمة بيان مركز مالي لشركة أخرى. لاحظوا هون بآخر الجدول صافي الأصول لكل سهم. هذه أيضا تعد اللي هي القيمة الدفترية. فبالتالي من 2020 ل 2021 مقارنة، لاحظ 254 بيسة لل 251 بيسة، فبالتالي أصبح عليها انخفاض. إذا القيمة الدفترية جدا مهم نتعرف عليها. ذكرت انه من القيمه الدفتريه ايضا في امور جدا لازم نتعرف عليها، اللي هي الربحيه، لانه في بعض الشركات القيمه الدفتريه نفترض تقريبا 300 بيسه، لكن نحصلها بالسوق ب 150 بيسه. يعني فرق شاسع بين 300 بيسه القيمه الدفتريه لكن القيمه بالسوق 150 بيسه. الفرق هذا بيكون سببه انه الشركه ما عم تعمل ربحيه، ما في عندها ربح تشغيلي او ادائها ضعيف، فبالتالي هذا الفرق هو محسوب في القيمه السوقيه، لكن الشركه فعلا تكون القيمه الدفتريه عاليه جدا لها نتيجه لان تمتلك اصول اراضي جدا في مواقع ممتازه، وفي على ارض الواقع حتى محافظه ظفار كذا شركه تمتلك اراضي جدا ممتازه، لكن للاسف ادائها التشغيلي ما هو قوي. فجدا مهم معرفة صافي الربح، طبعا الدخل جدا اللي هو إجمالي الإيرادات، مقارنة بين إجمالي الإيرادات، طبعا كل البنود مهمة لكن نركز على إجمالي الإيرادات. والنقطة الثانية اللي هي صافي أرباح السنة. لاحظوا هنا ارتفاع من خلال 2019 مثلا، في هذه الشركة إجمالي الإيرادات ارتفعت من 19 ل 23 مليون تقريبا، والربح ارتفع من صافي الربح ارتفع من 2 مليون ل 4 مليون. هذه برضو نفس الشيء قائمة أرباح الخسائر لشركة أخرى، نفس الموضوع نفس المقارنة، بهمنا المقارنة. هذه شركة تمويل أو شركة مالية، كان شركة صناعية هذه شركة مالية، فجدا مهم أن الإيرادات بشكل عام والنتيجة النهائية اللي هي الربح بعد الضريبة. هون في تراجع في الأرباح من 10 مليون ل 8 مليون. هلا نفترض ان الشركه بتتحول لشركه مساهمه عامه، شركه تجاريه بتتحول لشركه مساهمه عامه. الشركه المساهمه العامه هي عفوا شركه تجاريه من انواع الشركات التجاريه، بنقسم راس مالها الى اسهم متساويه قابله للتداول في البورصه. لان الشركه المساهمه العامه اللي تتداول في البورصه، وبكون كل شريك مسؤول بس عن قدر اللي بيمتلكه من عدد الاسهم او من المبلغ. نفترض شخص شركة رأس مالها مليون لكن بيمتلك هو ما يعادل 1000 ريال، فبالتالي خسارته راح تكون ما يعادل 1000 ريال من ال1000 ريال بيمتلكها. هلأ الشركة حتى تتحول لمساهم عام عليها إصدار نشرة إصدار، عليها إعداد نشرة إصدار من خلال مؤسسات مالية بتقوم بإعداد هذه النشرة، بتذكر تاريخ الشركة، معلومات عن الشركة ونشاطها، أعضاء مجلس الإدارة، تاريخ عن الشركة ومستقبل الشركة. فضروري جدا نطلع على هذه النشرة، والنشرة هذه بيتم إيداعها لدى الهيئة العامة لسوق المال. الهيئة العامة لسوق المال هي جهة حكومية رقابية تنفيذية، الهيئة لها مهام جدا مهمة، منها الرقابة على الشركات المدرجة في السوق، التدقيق على القوائم المالية، اعتماد نشرة الإصدار، طرح السعر هل هو معقول أو مقبول في الوقت اللي المنوي طرحه، الوقت جدا أيضا مهم، فلها مهام جدا قوية بسلامة التعامل في الأسواق المالية.
هلا بيتم الطرح العام، الطرح العام بيتم من خلال البنوك. طبعا لازم اكون زي ما ذكرنا يعني قرينا نشرة الاصدار وطلعنا عليها، وايضا يكون عندنا رقم مستثمر، وبتم المشاركة من خلال البنوك للطرح العام للجمهور. شركة المقاصة والإيداع شركة حكومية، وأيضا من الشركات جدا مهمة في الاقتصاد، في كل اقتصاد، وكل دولة لديها شركة مقاصة وإيداع بمختلف مسمياتها. الشركة هذه لها دور تنفيذي ورقابي، تنفيذي ورقابي من حيث أنه تحافظ على سجلات المساهمين في الشركات المدرجة ونقل الملكية وتسوية بين شركات الوساطة. يعني أنت افترضنا استثمرت في شركة، بعد 20 سنة حتى لو خرجت خارج البلد، بعد 20 سنة ترجع لشركة المقاصة والإيداع تحصل أسهمك موجودة، إذا لك أرباح مثلا أنت تحصلها موجودة. ففي أمان كبير في هذا الموضوع من خلال شركة المقاصة، وأيضا من خلال شركة المقاصة تستطيع الحصول على رقم المستثمر. البورصة طبعا هي أيضا جهة رقابية وتنفيذية، طبعا من خلالها بتتم المراقبة على تداولات الشركة، التعاملات وفق القانون. البورصة بتحاول تطور من أدواتها لتشجيع الاستثمار أو جذب الاستثمارات الخارجية. مثلا في بورصة مسقط حاليا شرعت قانون صانع السوق مزود السيولة، هذا من أحد القرارات جدا مهمة، وبتشجع عملية أيضا اللي هي دخول الشركات او العمل او الادراج المزدوج، وبتهيئ نفسها للمتطلبات. هذا جدا مهم جدا، هذا ان شاء الله بالمستقبل القريب بتهيئ نفسها للمتطلبات اللي هو الاسواق الناشئه، مؤشر الاسواق الناشئه اللي هو MSCI. هذا المؤشر جدا مهم للصناديق العالميه والمؤسسات العالميه. حتى تدخل في هذا البورصه لازم البورصه تكون مقيده من ضمن المؤشر MSCI. وان شاء الله في تصريحات من قبل مدير البورصه انه ممكن تتحول لمساهمه عامه ويدرج سهمها في البورصه. هلا مؤشر البورصه هو عباره عن مؤشر يمثل عينه من مجموعه الشركات المدرجه القياديه التي لديها تاريخ جيد من الارباح وتوزيع الارباح، ولديها تاريخ جيد من التداولات بشكل يومي. يعني تدخل ضمن نسبة معينة في هذا المؤشر، مؤشر البورصة. كل ما ارتفعت هذه الشركات كل ما ارتفع المؤشر، وكل ما انخفض هذه الشركات تنخفض المؤشر. القيمة السوقية للسهم هي عبارة عن سعر السهم داخل البورصة، وبتحدد بناء على العرض والطلب. القيمة السوقية للشركة، لا هنا السعر أوكي عرفناه، الحين بنضرب في عدد الأسهم الكلية للشركة وبتحدد القيمة السوقية للشركة. تذبذب أسعار الأسهم في كل بورصة في نسبة معينة. في بورصة مسقط ارتفاع 10% وانخفاض 10%، لا يمكن ينخفض أكثر من 10%، لكن ممكن يرتفع أكثر من 10% إذا كان في خبر جوهري، فبالتالي بيتم الإيقاف التداول عليه وترتفع هذه النسبة خلال جلسة التداول. هلا العوامل المؤثرة على ارتفاع وانخفاض سعر السهم، طبعا توقعات حول أداء الشركة وربحيتها، هذا من مهم جدا. مستوى أسعار الفائدة، مستوى أسعار الفائدة، لاحظنا الأسواق العالمية العام السابق تراجعت بشكل كبير، خصوصا الأمريكية والعالمية، حتى العالمية تراجعت أيضا. السبب من أسباب علم سوق مسقط، لا ارتفع ما شاء الله عليه، كان عكس الأسواق العالمية العام الماضي 18% ارتفع. طبعا الأسواق العالمية تراجعت لسبب إنه المصرف المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة، فبالتالي بتصير مقارنة بين العوائد السندات وبين عوائد الأسهم، فبالتالي الأسهم بصبح عليها عرض أكثر، فبالتالي بتنخفض أكثر، وبتكون توجه للسندات الحكومية. هلا الأداء الاقتصادي الكلي وانعكاساته على الحالة النفسية للمستثمرين، أكيد يعني الاقتصاد لما يكون بطيء أو ما في نمو أو مديونية، فهذا بيأثر على من المديونية هذه، في مؤسسات تصنيف عالمية بتقيم اقتصاد الدولة
من مستقر إيجابي محايد، والحمد لله اقتصاد السلطنة أصبح من مستقر لإيجابي، علما بالسنوات اللي قبلها كان سلبي، لكن الحمد لله سداد المديونية وتحسن أسعار النفط هذا كان له دور إيجابي على الاقتصاد السلطنة. هلأ التغيرات الجيوسياسية والبيئية والأوضاع. الجيوسياسية مثل حرب أوكرانيا كان لها تأثير سلبي على بعض الأسواق، ومثل الأوبئة يعني الكوفيد 19 كيف كان تأثيره سلبي على الأسواق وعلى الاقتصادات جميعا. هلا في عوامل مهمة جدا، يعني منها عملية الاندماجات بين الشركات، يعني حاليا بنعرف انه في اندماجات بين البنوك، هذا له دور ايجابي جدا مهم على ربحية الشركات. في من ضمن النقاط برضه الارضية المهمة اللي هي عملية، هلا في بعض البورصات عند طرح شركة معينة او قطاع معين بتحاول تعزز الشركات الموجودة في السوق. يعني نفترض مثال في بورصة دبي، لما تحولت الشركة لبورصة وطرحوا أسهمها بالسوق خصصوا عدد معين أثناء الكتاب لشركات الخدمات المالية. نتأمل إنه شركة المنوي طرحها شبكات الغاز تأخذ في اعتبارها شركات قطاع الغاز الموجود في البورصة، مثل مسقط الغازات والغاز الوطنية، شركات لديها أداء جدا ممتاز في السنوات السابقة، لكن السنوات السابقة تأثرت ممكن بسبب تضخم، بسبب إمدادات، الأمور هذه كلها كان لها تأثير سلبي حتى لو كان من خلال مناقصات مع القطاع هذا. القطاع هذا جدا مهم في البورصة، ونتأمل يتعزز هذا القطاع في البورصة. والشيء برضه عملية الاندماجات جدا مهمة، عملية الاندماجات جدا مهمة. نتأمل شركات التمويل أيضا، شركات التمويل يكون فيها اندماجات، لأنه كل ما كان رأس المال قوي كل ما كان تحقيق الأرباح بشكل أفضل، ومنافسة، قدرة على المنافسة. هلا البورصة، ننتقل للبورصة، بس نتعرف على البورصة أكثر. البورصة موقع البورصة طبعا اللي هو www.msx.om، أو ممكن تكتب على جوجل بورصة مسقط وتظهر لك الشاشة هذه. الشاشة هذه طبعا فيها عدة معلومات جدا مهمة. الشركات المدرجة في البورصة، جميع الشركات المدرجة في البورصة، ممكن نختار مثلا قطاع معين، قطاع المالي، عرض، نعمل عرض، فتظهر شركات القطاع المالي، تظهر جميع الشركات القطاع المالي. هلأ نفترض ندخل على البنك الأهلي. البنك الأهلي، السعر الحالي، يعني تظهر عندنا أول شيء الملخص، تظهر عندنا صفحة البنك الأهلي، الملخص للشركة 170 بيسة، هذا السعر. من خلال الملخص ممكن نعرف بعض الأمور مثل كمية الطلب، كمية العرض، سعر الافتتاح. ممكن من خلال برضه أيضا من خلال الأداء جدا مهم. ليش؟ لأنه ممكن نعرف أداء خلال 3 سنوات، خلال 6 سنوات، لو ضرب يعني بنشوف أداء خلال 3 سنوات بظهر عندنا أداء خلال 3 سنوات. البيانات الأساسية أيضا جدا مهمة، نتعرف على نشاط الشركة، النشاط، أعضاء مجلس الإدارة، الاتصال، قنوات الاتصال، التقارير المالية جدا مهم الاطلاع عليها من خلال سواء كان ربع سنوي أو سنوي مدقق. من خلال أيضا السنوي المدقق ممكن نطلع على البيانات المالية للشركة، الميزانية العمومية، تقرير مجلس الإدارة، التقرير المحاسبي، تقرير مدققي الحسابات. فعدة أمور ممكن نتعرف عليها من خلال القوائم المالية.
ايضا من توزيعات الارباح، ايضا توزيعات الارباح من ضمن الشركات الايقونات جدا مهمه. عفوا، الاخبار، اخبار الشركه ايضا، اخبار الشركه ممكن ان نتعرف على اخبار الشركه خلال، نفترض بدا، ارجع لاخبار 2022، بضغط 2022 من يناير لديسمبر بغض النظر، واعرض تظهر لي اخبار 22. من برضه جدا مهمه الارباح الموزعه، نعرف تاريخ الشركه بتوزيع الارباح سواء كانت ارباح نقديه او اسهم مجانيه. طيب، إذا موقع البورصة جدا مهم للتعرف على المعلومات المهمة للشركات المدرجة في البورصة. هلا احنا تطرقنا لشرح البورصة، هلا في تطبيقات على بعض الشركات. هذا أنا بعده تقريبا كل ربع مالي خلال السنة، كل 3 أشهر تظهر نتائج الشركات، فبالتالي من خلال نتائج الشركات بحاول أقارن بين النتائج الربعية والسنوية والنصف السنوية. يعني نفترض لها شركة عمان تل، أول شيء رأس المال ثابت 75 مليون، القيمة الدفترية 772 بيسة، رأس المال 2022 برضو ثابت لكن القيمة الدفترية ارتفعت. منقارن الأرباح، الربح عام 2023 للربع الأول، الربع الأول المقصود فيه 30/3، الربع الثاني 30/6، الأرباح الخاصة من 1/1 حتى 30/3، الربع الثاني يعني من 1/4 حتى 30/6، فكل ربع عبارة عن 3 أشهر. فجدا المقارنة بين كل ربع، الربع السابق والربع المماثل، يعني الربع الأول من هذا العام 21 مليون و200 مقارنة مع 18 مليون و500، ففي زيادة في الأرباح خلال الربع مع الربع السابق. الربع الثاني اللي هو من 1/4 حتى 30/6 17 مليون و300. طيب، ونقارن بين هذا الربع الثاني والربع الأول، في تراجع في الأرباح، هذه تعتبر سلبية نوعا ما. لكن نقارن الربع الثاني مع الربع الثاني من العام السابق، في نمو في الأرباح، فلا تعتبر إيجابية. هلا في بعض الشركات في عندها فترات معينة بتقل الإنتاجية فيها أو بتقل الدخل فيها. جدا مهم نتعرف على التوزيعات النقدية سواء كانت أرباح نقدية أو أرباح أسهم. عام 2021 كانت توزع 55%، 55% يعني ما يعادل 55 بيسة. عام 22 وهذا جدا ممتاز، التوزيعات المرحلية أعتقد من العوامل المشجعة لحركة السهم وحركة البورصة أيضا. يعني وزعت هي بالعادة بتتم اعتماد الميزانية أو اجتماع الجمعية العمومية بشهر 4، وبتقرر توزيعات الأرباح فتتوزع خلال شهر 4/5. كل الشركات بوزعوا سنة واحدة بهذا التوقيت، لكن عمان تل السنة هذه اقترحت توزيع مرحلي، يعني بشهر 8 عملت كمان 5% توزيعات أرباح. وهذه بشجع كثير من الشركات تنهج هذا، يعني تحذو هذا النهج، يعني لأنه كل ما كان في توزيعات مرحلية كل ما كان في حركة في على السهم. نفس العملية، ناخذ شركة أيضا اسمنت عمان، شركة صناعية، نعمل مقارنة معها. طبعا برضو من المقارنات جدا مهم برضو إجمالي الأرباح العام، يعني كانت عاملة في 2021 4 مليون، مثل هذه الشركة عملت 5 مليون و400، فبالتالي في نمو سنوي، وجدا مهم الربعي أيضا.
طبعا رأس المال ثابت، نلاحظ بنرجع للقيمة الدفترية، رأس المال ثابت 2021 2022، القيمة الدفترية عليها ارتفاع من 447 بيسة ل 453 بيسة. إذا هذا أصول الشركة تعتبر، أو ميزانية الشركة تعتبر جيدة. هلا بدنا نشوف ربحية الشركة. ربحية الشركة بال2023 عاملة 2 مليون مقارنة مع 900 ألف، إذا نمو جيد في الأرباح. الربع الثاني العام الماضي كانت عاملة مليونين و100، السنة هذه تقريبا نفس الأرباح مليونين و153، ما في فرق كبير، لكن بين الربع الثاني والربع الأول لهذا العام في نمو في الأرباح. كإجمالي 30 يونيو 6 أشهر فيها نمو جيد في الأرباح. نرجع لتوزيعات الأرباح، توزيعات الأرباح يعني 10% و10% و10% مستقرة، لكن الأعوام السابقة وأعتقد أنه يفترض أن الشركة توزع أرباح أكثر هذا العام إن شاء الله، كونها حققت أرباح أكثر. نشوف أخواننا الصينيين لأنه صار لهم سيطرة على السهم. يعني شوف هذا دليل على أنه في فرص بالبورصة، وفي الاستثمارات الأجنبية يعني تعتبر البورصة مسقط أو الشركات في بورصة مسقط جيدة، استحوذت على حصة كبيرة شركة صينية، استحوذت على حصة كبيرة في شركة اسمنت عمان. هلا نيجي شركة تكافل عمان، برضو هذه مهم نطلع على هذه الميزانية أو نستفيد من بعض الحالات، التغير في حالات الشركات. الشركة تكافل عمان لاحظوا هنا بال2020 كان لديها ربح خلال العام مليون تقريبا مليون ريال. بال2021 اصبحت لديها خساره 4 مليون، فرق شاسع طبعا. هذا كان في بالشركه يعني اثناء العمل المحاسبي اجراءات معينه، ثم ارتأوا انه لا، هذه يفترض انه يكون في تعديل في هذه البيانات المحاسبيه، وحملوا الخسائر او المخصصات لعام سابق وبدوا يمشوا نهج جديد. طبعا هذا كله صار فيه تأثير على سعر السهم، لكن المهم بالشركة، المهم حاليا انه الشركة طبعا سعرها الحين 50 بيسة، يعني تخيلوا 50 بيسة، القيمة الدفترية القيمة الاسمية 100 بيسة. القيمة الدفترية صحيح انخفضت، لانه زي ما حكينا لما نزيد رأس المال بتنخفض القيمة الدفترية، وايضا الخسائر تحملت على ميزانية الشركة، لكن القيمة الدفترية تقريبا مساوية للقيمة السوقية بالسوق. لكن في الجيد في الموضوع انه في نمو في الارباح، لكن المهم جدا انه استمرارية هذا النمو. نعتقد ان شاء الله مجلس الادارة الجديد ان شاء الله راح، والشركة يعني تمتلك حصة في السوق التأمين في البورصة. طبعا هذا مش توصية بالشركة، لكن احنا بنحاول يعني نشوف، والقرار بالنهاية بيرجع للمستثمر. الربع الأول حققت أرباح 203 ألف مقارنة مع أرباح 35 ألف، بينما 2021 700 ألف خسائر. طبعا كانوا سالب هنا خسائر. الربع الثاني 129 ألف مقارنة مع 2022 ربع مماثل 29 ألف. النتيجة الإجمالي العام ربحية جيدة. هلا ممكن من خلال ايضا الرسم البياني او الشارت معرفه اتجاه البورصه، لكن صعب نتطرق لشرحه تفصيلي كامل لانه الوقت محاصرنا. لكن مثلا هذه شركه عمانتل. عمانتل فيني انا اعرف الحركه التاريخيه لها من 2006، تخيل من 2006 تقريبا كان واصل بحدود ريالين و300 ريالين 400، انخفض لغاية 2020 لسعر 500 بيسة. 500 بيسة حتى عام 2021 كان تقريبا على مستوى 600 بيسة، فيعتبر هذا السعر 600 بيسة أنا بالنسبة لي كنت كثير أشجع على 600 بيسة، لأنه شايف أداء الشركة جيد عندها ربحية. فبالتالي صحيح كان في سبب، أعتقد سبب مؤثر على بورصة مسقط اللي هو عملية التصنيف الائتماني للاقتصاد العام، لكن مع تحسن سعر النفط يعني ارتأينا انه لا، التصنيف راح يتحسن، وفعلا الحمد لله التصنيف تحسن، فبالتالي السهم ارتفع من 600 بيسة لريال. الحين وارد انه يوصل لريال 600، لانه هذه تعتبر نوعا ما مقاومة، وارد
وارد انه ينزل 600 بيسه، لكن انا بوجهه نظري كمستثمر اوظف مدخراتي، لا ممكن ادخل في السهم هذا واضع بعين الاعتبار فيما لو انخفض اعزز من عمليه الشراء او سعر التعادل. شركه لديها ربحيه على مدار توزيعات ارباح على مدار السنوات حتى مستقبلا، قطاع جدا مهم. وفي كثير مستثمرين حين يستثمر في سهم معين بتمنى انه ينزل، ليش؟ لانه من ينزل السهم وعنده قدره ماليه وعنده تخطيط معين الربحيه راح تتعظم عنده. بحسن يعني لو نفترض اشترى ريال ووصل السهم ل 700 بيسه، فبالتالي واشترى 700 بيسه، فسعر التعادل له راح يصبح تقريبا 800 بيسه 850 بيسه. حين ارتفاعه راح يحقق ربحيه اكثر، بالاضافه انه في ربحيه للشركه سنويا، عائد سنوي للشركه، والشركه تقريبا العائد الخاص فيها تقريبا 6% 7%. اسمنت عمان، اسمنت عمان طبعا في نقطة مهمة بس خليني أوضحها معلش، اللي دائما بالشارت بالأسفل أسفل الشارت بيكون المدة الزمنية، في كل شارت في كل رسم بياني الأسفل بيكون المدة الزمنية، العمودي بيكون السعر في كل شارت. اسمنت عمان يعني أنا بشوف السعر العادل أو على مستوى 400 بيسة، لاحظوا كم مرة ارتفع ونزل ورجع لمرة 400 بيسة 500 بيسة، هذا السعر بشوفه مقبول يعني، لكن وارد عند دخول استثمارات أجنبية وتحسن أداء الشركة أنه يوصل للسعر الأعلى 800 بيسة. دائما الأصول يا أخوان، الأصول دائما مع حالات التضخم اللي عم بتصير لازم الأصول توصل لسعر أعلى قمة له ويرتفع. يعني أرض، تشتري أرض الحين، الأرض بعد 10 سنوات إيش بصير في قيمتها؟ 100% بترتفع. الذهب نفس العملية، الأسهم نفس الطريقة، أصل يعتبر. ف وبصل لسعر، بس بصل للقمة وبحقق قمة أعلى وبنخفض. هذه الدورات، دورات اللي هي الاقتصادية مع اتجاه الاقتصاد اللي هو تضخم، ثم بعد تضخم أسوأ حالة تضخم، لأنه بعدها أكيد راح يكون في ركود، بعد الركود بيكون في كساد، بعد الكساد بيكون في نمو، وبعد النمو بترجع الحالة للتضخم. فدورة اقتصادية، فالأسهم نفس العملية داخلة من ضمن هذه الدورة. تكافل عمان نفس العملية، سعرها زي ما ذكرنا 50 بيسة، كانت سابقا تقريبا 140 150 بيسة. طبعا شركات التأمين كلها تقريبا قيمهم ما يعادل 100 150 160. هلا كمؤشر طبعا انا كان بدي ان ادخل على الموقع انفستنج واشرح لكم، لكن الوقت شويه ضيق. كمؤشر البورصه، مؤشر البورصه تقريبا وصل بال 2007 قبل الازمه العالميه وصل بحدود 12000 تقريبا، 12000 نقطه. انخفض المؤشر لغايه تقريبا 3300، اوكي بدا يتحسن، بدا يتحسن المؤشر، لكن المؤشر بيستحق تحسن افضل من هذا. نتمنى ان شاء الله مع الادراجات الجديده، طبعا راح تاخذ وقت هي الاسهم هذه المدرجه الجديد حديثا تدخل في المؤشر، لكن اكيد لما تدخل في المؤشر راح يكون تاثيره ايجابي على حركه المؤشر. شوفوا بورصة، لحظة شوية بس معلش حاضرا، شوفوا بورصة مسقط، بورصة مسقط 12000 ذكرنا القمة كانت في أزمة عالمية، أزمة الرهون العقاري، انخفض حتى 4000، ارتد ل 2015 تقريبا لمستويات 7000 نقطة، ثم بسبب يعني الحاله الاقتصاديه والتصنيفات الائتمانيه انخفض، ما تحسن السوق بعد 2015 في اسباب معينه ما بنتطرق لها، لكن يفترض ان المؤشر يكون بهذه عند هذه المستويات يفترض، لكن الوقت نتمنى
السنة القادمة إن شاء الله يكون في، طبعا التأثير العالمي له دور جدا مهم، لكن أنا متأكد على يقين أنه راح يوصل لمستويات 7000. دليل على ذلك نأخذ سيناريوهات أسبق دائما دائما، أنت لما يعني تحكم على ما تتوجه لطرح مجموعة من شركاتها الحكومية للإدراج العام، وذكرنا الأسباب، كان سهم ديوا تقريبا كان بمستويات درهمين 40 درهمين للكتاب، ارتفع وصل تقريبا 3 دراهم وانخفض حاليا عند مستويات درهمين و50. فهلا الكتاب نحن الحمد لله كتاب شركة أبراج لا لسه محافظ على السعر تقريبا القمة المحققة عند تقريبا 300 بيسة. هلا بورصة برضو من الاكتتابات اللي انطرحت في سوق أبو ظبي، كانت أبو ظبي لتوزيع الغاز نفس العملية صار في عليها ارتفاع جيد من الاكتتابات. سهم برضو أيضا من الشركات اللي حدث عليها ارتفاعات جدا جيدة، شركة الزيت العربية السعودية، من برضو بالسوق الكويت كان سهم سوق البورصة. طبعا هذا اللي ذكرناه انه السيناريوهات اللي بتصير في الاسواق الثانية بتتم في تقريبا بالاسواق الثانية. العديد من البورصات الخليجية تحولت من شركة مقفلة لشركة مساهمة عامة. سوق سهم سوق الكويت تحول من شركة مقفلة لشركة مساهمة عامة. طبعا هذه العملية بتعزز من عملية التداولات، واعتقد جدا مهم عملية التداول في البورصة. تعزيزها بيتم من خلال ممكن تشجيع الشركات الإقليمية والدولية على التواجد وفتح مقر لها في السلطنة، هذا راح يعزز من البورصة. لكن أعتقد أنه صانع السوق أو مزود السيولة راح يكون له تأثير إيجابي، لكن مش هذاك التأثير القوي، لأن وخصوصا أنه نذكر في كانت العديد من البنوك لديهم أنشطة خدمات مالية وساطة مالية، لكن هذا البنوك تقريبا أغلقت هذا النشاط، فهذا أكيد كان له تأثير سلبي على البورصة من حيث أحجام السيولة، لكن نتأمل إنه السيولة ترجع أحجامها الطبيعية يعني. وهذا كلها السيولة بتعزز من عملية ارتفاع الشركات وبالتالي تحسن مستوى المؤشر العام. هلأ في نصائح عامة بشكل عام نحاول نتطرق لها، يعني المعرفة والعلم جدا مهم جدا حتى تأخذ قرارك الاستثماري. خطط بناء على دراستك وإمكانياتك المالية، جدا مهم مدخراتك تكون واضحة بالسوق، لا تعتمد أنه والله بعد سنة راح أعمل ربح، لا حط في بالك أنه فترة أطول. مدخرات هذه يعني تكون عملية ادخار، يعني ممكن هلا التخارج، ممكن إذا حبيت تتخارج وتنتظر فترة أكيد راح تيجي فترة فيها تراجع في الأسعار، أخرج من سعر معين يعني بناء على الرسم البياني أو الحركة التاريخية للسهم. يعني حتى أنا بوجهة نظري اللي حاليا بفكر يدخل بسعر معين يرجع للحركة التاريخية. أول شيء الشركة لازم تكون عندها أداء جدا ممتاز، أداء ربحي جدا ممتاز. النقطة الثانية سعرها، هل هو سعر معقول للدخول فيها؟ هذا السعر بحدده بناء على الرسم البياني للشركة. دخلت في هذه الشركة خلاص بضع سعر معين بحيث انه عند هذا السعر راح اخرج اتخارج من السوق، فبالتالي لازم يكون تعتبر انك انت صرفت المبلغ هذا خلاص، ما تفكر انه لا والله راح احتاج له، ممكن تحتاجه تبيع بخسارة، ممكن تحتاجه في وقت معين فبالتالي تبيع بخسارة. فلا لازم يكون عندك خطة مدروسة، يعني تخصص يوم معين وقت معين لمتابعة الأخبار الاقتصادية وحتى السياسية، لأنه أسعار الذهب جدا مهمة، أسعار النفط جدا مهمة في حركة الاقتصاد أو في دخولك للاستثمارات والأمور هذه كلها. حاليا سعر الذهب تقريبا عند 1900 دولار، سعر يعني نوعا ما غير مقلق، لكن القلق أنا بشوف وجهة نظري القلق عند 2140. الذهب إذا تجاوز 2140 يعني بعتقد انه هذا خطر على الاسواق الماليه، لكن اعتقد ان شاء الله ما راح يتجاوز. لا يعني العام الماضي كان في او بدايه هذه السنه كان كثير من التوقعات، مؤسسات عالميه طبق انه ركود ركود ركود، فكان عندي اسباب الخاصه انه لا
الركود ما راح ندخل فيه هذا العام، واعتقد انه حتى العام القادم ما راح ندخل فيه. طبعا يعني المقلق عندي انا بكون اذا الذهب تجاوز 2140، خلاص حطوا سعر معين بناء على دراسه معينه وبناء على معايير معينه، اذا تجاوز هذا السعر ممكن اغير وجهه نظري. لكن نتمنى الحروب لها دور على الاقتصادات بشكل عام، نتمنى الحرب الاوكرانيه الروسيه تنتهي او تكون محدوده يعني. طبعا سعر النفط جدا مهم على اقتصاد الدول الخليجية. هلا في نقطة مهمة جدا مهمة، وهذه وارن بافيت الملياردير الأمريكي قالها، إنه حين تجد من لا يعلم شيء عن البورصة يحقق أرباح انسحب أنت من البورصة. لهذا السبب طبعا الكل مستاء حاليا من الفترة حاليا وما بيعمل أرباح يومية. أنا لا، بالعكس، هذه فترة جدا مهمة. الخوف من السنة اللي بتعمل فيها أرباح بشكل مبالغ فيه، هون أخاف، هون أكون حذر، لأنه بعدها ممكن يكون في عملية تراجع، وهذا ما حدث في عام 2021 في العملات الرقمية والأسواق العالمية، الأسواق الأمريكية كان يعني العديد لا يفقه شيء في السوق الأمريكي ويحقق ربح. طب كيف بحقق ربح؟ فعلا صدقا كنت أسأل بعض الإخوان إيش الشركة هذه؟ اتش اي ام. طب ايش الشركه هذه؟ ما عندي فكره. ويعمل ارباح، ليش كان يعمل ارباح؟ لانه الاتجاه كان صاعد، فبالتالي من قمه لقمه. لكن الحذر واجب، يعني بعد ارتفاع، وخصوصا اذا كان ارتفاع مبالغ فيه اكيد راح يكون في انخفاض قوي، فالحذر من هذه النقطه. سياسه التجميع جدا مهم، خصوصا في الاسهم القياديه الاستثمار. المضاربة مطلوبة، أوكي المضاربة مطلوبة جيدة، لكن من يتقنها؟ لكن التجميع جدا مهم، خصوصا في الشركات القيادية زي ما ذكرنا أنك بتعمل سعر تعادل. تاريخ الشركة جدا مهم بتوزيعات الأرباح، بناء عليها بحط يعني ممكن أستثمر في هذه الشركة. التنويع جدا مهم، لا تضع البيض في سلة واحدة، هذا جدا مهم. قطاع صناعي، قطاع اتصالات، قطاع خدمات بنكي، التنويع جدا مهم بالمحفظة. الوقت الدخول والخروج زي ما ذكرنا، اللي هي عملية السعر مع الرسم البياني. التاريخ يعيد نفسه، وحتى تعرف المستقبل يجب البحث بقراءة الماضي. دورة اقتصادية كاملة هذه لابد منها تكون. يعني سياسة الاستثمار تداول لحظة حد زي ما ذكرنا، المضاربة مطلوبة مع حتى تحقق عائد يعني، بس لكن بدها تكون على دراية وعلم. الشائعات، انتبه الحذر من الشائعات، طبعا أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة، ونتمنى إن شاء الله تكون هذه المعلومات شكلت إضافة عندكم. معلش اعذروني بس أنا مضطر أن ألتزم بالوقت اللي كان محدد إليه، بذلت كل جهد في هذا ليخرج هذا المحتوى بهذا المستوى يعني. وأتقدم كل الشكر والتقدير لشركائي في كوادر الأكاديمية، والعرفان والتقدير أيضا للقائمين على مجلس الخنجي لخروج هذه الجلسة بهذا المستوى. واعذرونا إذا كان في خطأ فني أو خلل فني، نعتذر منكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك أستاذ رائد على هذه المعلومات المثرية. ضيوفنا الكرام، سوف نفتح الآن الباب، باب المجال للنقاش والأسئلة. لديكم طريقتان بالنسبة للأسئلة، بإمكانكم طرح الأسئلة عبر الشات أو عبر إشارة رفع الإيد على الزوم. فقط لضيق الوقت سوف نأخذ الأسئلة بشكل متتابع، ومن ثم نترك المجال للأستاذ رائد للإجابة عليها جملة. شكرا جزيلا لكم، تفضلوا، من لديه أي سؤال بإمكانكم طرحه. طيب، هناك سؤال، ممكن أن نقرأ هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا للمحاضر على هذه المحاضرة. سؤاله أن بعض الشركات أعلنت استفلاسها وكانت بالسوق، وأن من كان لديه الأسهم فخسر فيها، هل هناك أي تأمين على هذه الأسهم؟ هذا كان السؤال الأول من الأستاذ وليد الزجالي.
حاليا هذا السؤال فقط الموجود أستاذ رائد، فإذا بالإمكان إلى أن يتم هناك استحضار مجموعة أخرى من الأسئلة بإمكانك الإجابة على هذا السؤال تفضل. لا هلا ما في اي في اي بورصه يعني الخليجيه الاقليميه ما في تامين على خساره الشركه يعني، لكن الشركه لما حين تحدث عندها خسائر لسنوات معينه بتم تصفيه الشركه، وبالتالي بيكون في قيمه معينه من هذه الاصول الشركه من هذه الاصول بعد سداد الالتزامات بتم من هذه التصفية استرداد للمساهمين. طبعا الاسترداد بيتم أولا لأصحاب الأسهم الممتازة، ومن ثم لأصحاب الأسهم العادية. لكن ما أذكر أنه في بورصة مسقط حدثت تصفية أو خسائر اضطرت أن الشركة تصفي. أعتقد فقط الشركة اللي صفت أو وقفت أعمالها اللي هي مؤسسة خدمات الموانئ، وكانت من الشركات اللي جدا ممتازة، لكن لأسباب معينة توقف نشاطها، واستفادوا كل المساهمين من عملية استرداد الأموال أو تصفية الشركة. شكرا جزيلا أستاذ وليد، هل لديك استكمال لسؤالك؟ يس طيب، ننتقل إلى السؤال، نأخذ باقي الأسئلة. سؤال من الأستاذ ياسر يقول: أستاذ رائد شكرا لك على التقديم الرائع. السؤال: عند الاكتتاب يقال إذا سعر السهم مرتفع ليس لصالح المكتتب، ما هي المعادلة في هذا الجانب؟ هذا السؤال. السؤال الآخر من الأستاذة إيثار تقول: حبيت أستفسر أستاذ عن الاستثمار في السوق السعودي حاليا، وما هي أفضل طريقة لذلك؟ كان هذا السؤال من الأخت إيثار. طيب بإمكانك الإجابة على السؤالين، تفضل. هلا السعر العادل اكيد دائما انا اي سهم بحدد ان سعره عادل او غير مبالغ فيه بناء على العائد السنوي على الارباح، فكل ومكرر الارباح، فكل ما كان العائد السنوي عند مستويات حسب القطاع عند مستويات 6% 7% اعتقد انه يعد بمرصد مسقط يعد عائد جيد. أكيد المبالغة في السعر، فبالتالي بدي أكون حذر، أنا ما أدخل بسعر مثلا العائد ماله 4% أو 3%. والنقطة الثانية والمهمة اللي هي عملية النمو في الأرباح، جدا مهمة التطلع لعملية النمو في الأرباح، فيجب قياس العائد على توزيعات الأرباح. هلا بالنسبة للسوق السعودي، في السوق السعودي ده دائما يعني في، حتى انتبهوا يا اخوان، في بعض الوسائل الشركات الوهميه تستثمر في ارامكو وحقق ربح خلال اسبوعين بمبلغ، اي شيء مبالغ فيه كون حذر جدا. ارجع للشركات المعتمده من كل مؤسس كل جهاز رقابي، يعني شركات البورصه الموجوده في مسقط تقريبا حوالي 7 8 شركات، وما بدي اوصف شركه معينه، لكن في شركات جدا ممتازه، طبعا من الشركات المدرجه موجوده في البورصه حتى نفسها الشركات الوساطه، في المتحده ما شاء الله عليها شركه بتغطي السوق السعودي والخليجي والامريكي، او بقى اعتقد نفس العمليه في مجموعه من الشركات بتغطي السوق السعودي. وجدا المهم التنويع بين الاسواق، لانه الاسواق زي ما ذكرت لكم العام الماضي كانت اسواق الخليج سوري الاسواق العالميه اغلبها بتراجع، لكن سوق مسقط وبعض الاسواق الثانيه مثل سوق دبي كان في تحسن العام الماضي. السنه هذه العام هذا لا، السوق السعودي في نمو كمؤشر، طبعا شركات ارتفاعات، والسوق الامريكي ايضا كان في ارتفاعات. فبالتالي جيد الواحد ينوع بين الاسواق مع التركيز على سوق مسقط، لأن سوق مسقط تقريبا عند أدنى مستوياته، وهذا يعني دائما بختار أنا السوق اللي أسعار الأسهم مقبولة مع يعني مغرية، حتى في بعض الشركات
لا حاليا مع الارتفاع اللي حدث العام الماضي معقول الاسعار في بورصه مسقط. تمام، تفضل. واضح جدا، شكرا جزيلا لك. لدينا أقل من 10 دقائق ضيوفنا الكرام، إذا من كان لديه سؤال بإمكانكم طرحه عبر الشات أو عبر إشارة رفع الإيد الموجودة على الزوم. أستاذ رائد، أتوقع إذا ما في أسئلة، إذا في بالمجال ممكن لمدة أقل من 5 دقائق نستعرض إذا أحببت الموقع invest أو investing.com. انفستنج موقع investing.com هو من برضه من افضل المواقع المجانيه اللي ممكن استعين فيها. انفستنج اللي هو ممكن من خلال الاسواق، ضغط على الاسواق تظهر لي مجموعه من الايقونات، مثلا بدي ادخل على السوق على بورصه مسقط المؤشرات، فبالتالي بختار المؤشرات العربية. تظهر جميع المؤشرات العربية، بورصة مسقط، إذن ظهرت عندي مؤشر سوق مسقط. طبعا في هذا الموقع ايضا بيظهر عندك الذهب، النفط، اسعار الذهب، اسعار النفط. هلا من خلال الموقع ممكن انا اشوف شركات ايضا مدرجة في مدرجة في، طبعا ما بيغطي كل الشركات الموجودة في البورصة، لكن هذه تقريبا كل الشركات الموجودة. ممكن من خلال أي شركة أطلع على، نفترض على بنك مسقط، الرسم البياني ظهر عندي الرسم البياني، ممكن نكبر الشاشة حيث تظهر على الشاشة كاملة. بنختار مثلا الشموع، بنختار الفترة الزمنية اللي محتاج أتعرف على سعرها. إذا كان مثلا بدي أتعرف على سنوات فبختار أسبوعي أو شهري. أما طبعا اليومي ما بالبورصة، ما يعني ممكن أسهم أبل، السوق الأمريكي، لا تعطيك تفاصيل كاملة، لكن هون بفيدني أنا فقط في عملية الأسبوعي والشهري، وحتى ممكن تحديد المقاومات من خلالها. هنا تقريبا السعر الحالي 285 بيسة سعر السهم هذا اليومي. أستاذ رائد، إذا بس ممكن تعمل، لأنه تظهر عندنا الشاشة القديمة، فإذا ممكن فقط تعمل مشاركة لهذه الشاشة الحالية اللي أنت موجود فيها. اوكي. ظهرت. أيوة نعم، ظاهر الحين. يعني زي ما ذكرت خلال يومي او ممكن حتى من خلال الساعات. طبعا بورصه مسقط مش مغطيه خلال الساعات، لكن مثلا سهم امريكي مثل ابل او امازون او تسلا تظهر فيها خلال ساعه او خلال 5 دقائق. خلال يومي ممكن استعرض مثلا الفتره التاريخيه لخلال اليومي، ومن خلاله ممكن اعرف انا اللي هو عملية المقاومة والدعم باستعانة بالمؤشرات. المؤشرات سواء كانت يعني على فترة متوسط اليومي، متوسط التاريخي، أحجام التداول، بستعين بهذه المؤشرات كلها اللي بتفيدني، الموفينج افريج، الماكت بتفيدني باتخاذ قرار.
عملية المقاومة أيضا نستعين فيها من خلال الدعم والمقاومة للاتجاهات. يعني لاحظوا هذا السعر، هذا يعني ممكن عند المقاومة تعتبر 292، والاتجاه اتجاه نوعا ما، يعني في اتجاه إيجابي. يعني من خلال هذه المؤشرات ممكن أنا أستعين فيها حتى أتخذ قرار استثماري. يعني هو زي ما ذكرت لكم أنه المؤشر هذا القراءة اللي هي على مدار أشهر وسنوات، ما بيفيدنا الموقع هذا ما بيفيدنا التداولات اليومية، لكن بيفيدنا التداولات اليومية على أسعار الأسهم الأمريكية والذهب والنفط، بتفيدنا يعني الموقع هذا بيفيدنا. لكن جدا مهم معرفة اللي هو الفترة الزمنية الطويلة التاريخي للأسواق بورصة مسقط. هذا ممكن من خلال الشهري. طبعا هون لأنه صار في تجزئة على السهم، ممكن نرجع لسهم ثاني مثلا من الشركات المدرجة في البورصة. أيضا بفيدنا بالقوائم المالية، هذا الموقع بفيدنا في القوائم المالية، الملخص وبيان الدخل. في مواقع جدا مهمة مثل ياهو فاينانس، فبعد نفس العملية موقع مجاني، وبتكون المعلومات فيه جدا للأسواق، بغطي الأسواق الخليجية والأمريكية. سعر الذهب وسعر النفط برضه أيضا متوفر على الياهو فاينانس. نشوف سعر النفط، بس نعمل لها شيرينج سعر النفط. سعر النفط ظاهر أستاذ ريهام، نعم، اللي هو 91.2. وهذا سعر النفط، هذا سعر النفط، سعر النفط هذا هو. شوف مثلا تحليل بسيط له، إذا الشموع ظاهرة عندنا. واضح، نعم. نشوف على مدار اليومي، نحاول نصغر الشاشة، حتى نصغر الشاشة من خلال الماوس حتى نعرف المقاومات الموجودة والاتجاه العام من خلال المؤشرات. عفوا، ظهر الشاشة. يظهر لدينا العرض الآن. طيب اوكي، نرجع مرة ثانية معلش. النفط اوكي، أربعة وتسعين، نفط برنت 94، طبعا هذاك النفط الأمريكي. نستخدم المؤشرات اللي هي أهم مؤشرات في البلومبرج باند مهم، مؤشر الماكد أيضا مهم. وموفينج افريج والار اس اي.
اوكي، استخدمنا المؤشرات احنا ونكبر. هذه المؤشرات جدا مهمة بتساعدنا في اتخاذ القرار. الـ RSI باتجاه تقريبا عند السبعين، مستويات السبعين، طبعا كل ما كان عند مستويات الستين عند بكون هذا متشبع بيع، فبالتالي بكون جيد الدخول. لما يكون في عند مستويات العليا فوق الثمانين في متشبع شراء، فبالتالي معرض للانخفاضات. الماكد ايضا جدا مهم، اتجاهه صاعد، فبالتالي هذا شيء ايجابي يعني. هلا بس مهم نعرف المقاومات، فنرجع على مستوى اسبوعي حتى نعرف المقاومات الموجوده تقريبا. بعد المستويات الاسبوعي تعتبر جيده، لسات عند 65 واتجاه صاعد. الماكد برضه نفس العمليه، اتجاه صاعد. 99 ظهر عندنا، 99 مستوى مقاومة جدا مهم. اوكي، ممكن انه نستعين بال دعوم المقاومة واتجاه رسم الاتجاه ايضا. هذا اتجاه اول 113، مية وستة، اللي هو 199 حكينا. هذه مستويات مقاومة. مقاومة عبارة عن شمعة، نهاية شمعة مع تتلاقي مع شمعة من خلال الفترة السابقة، بناء عليها بحدد أن هذه تعتبر مقاومة. هلا الدعوم لازم تكون سعرها يعني النقاط أسفل، يعني الدعوم بتكون أسفل آخر شمعة، هذه الشمعة الأخيرة، فبالتالي الدعم بده يكون أسفلها. فبنحاول نختار نشوف تلاقي الشموع مع مستويات شموع سابقة. هذه شمعة تلاقت مع الشمعة هذه وتلاقت مع الشمعة هذه. هذه شمعة أخرى. هذه شمعة أخرى. 92 يعتبر دعم، 93 برضه تعتبر دعم، 93 بوينت تعتبر دعم. فمن خلال هذه تلاقي الشموع مع الشموع السابقة نستطيع تحديد الدعم والمقاومة. الدعم يعني إذا في حال انخفض راح يوصل للسعر اللي هو مثلا نفترض 93، فبالتالي وارد الارتداد للأعلى، يوصل عند السعر هذا وارد. طبعا ترجع لا يعني ممكن يعني ما نعتمد على خط اتجاه دعم، لازم يعني ناخذ باعتبارنا اللي هو المؤشرات المساعده مثل الماكد، مثل الار اس اي، مثل البلومبرج باند. فمن خلالها نستطيع تحديد اتجاه السهم سواء كان بالانخفاض او الارتفاع. التحليل الفني، التحليل الاساسي اللي هي العوامل المؤثره، قرارات الاسواق، الذهب، سعر الذهب، القرارات الاساسيه، هذه العوامل اللي هي او التحليل الاساسي اللي هي القرارات السياسيه، القرارات الاقتصاديه سواء كان او اخ مستجدات، حروب، تصعيد، هذه كلها اساسيه تعتبر. هذه تحليل فني. من الربط بين التحليل الفني والتحليل الاساسي بتساعدني في اتخاذ القرار، حتى سواء على يعني بشكل يومي او ممكن حتى بشكل ساعه. طبعا الاسواق الامريكيه مغلقه اليوم، وبالتالي ايضا الاسواق العالميه، النفط السبت عندهم عطل رسميه، السبت والاحد، الاثنين بتكون بدايه ايام التداول سواء كان عن النفط او الاسواق العالميه. النفط يعتبر والذهب يعتبر من المشتقات، فجدا مهم متابعه برضه اسعار النفط، اسعار الذهب، اسعار حتى تضخم مراقبته من خلال اللي هي السلع مثل الأرز، الغاز، الزيوت، جدا مهم، الألمنيوم، هذه كلها جد مهم لمتابعتها حتى معرفة الاتجاه العام للحالة الاقتصادية. هل نحن في حالة تضخم أو مستوى طبيعي، أو طبعا بالركود، أو مثلا بداية الركود الذهب بيكون الملاذ الآمن الذهب. فبالتالي لهذا السبب ذكرت إنه فوق ال 2140
بصير في خوف وقلق في الاسواق العالميه، فبتكون الاتجاه وين؟ الاتجاه على الذهب، الطلب على الذهب، فبالتالي بيرتفع سعر الذهب. لكن في بدايه النمو بعد الركود، طبعا بعد الركود الكساد ان شاء الله ما نوصل له، بصير بفتره الكساد هي بتكون سريعه، يعني حتى في الاسواق العالميه بصير معالجه لها كبيره. بيصبح النقد او الكاش هو الملك، فبتراجع الذهب، بصير فعلا كل خوف مع بنيه اي استثمار، فبتراجع الذهب. الفتره اللي بيكون فيها، انا باعتقادي الفتره اللي بيكون فيها الكاش ملك، هذه افضل فرصه للاستثمار، هذه افضل فرصه للاستثمار، لانه الفتره المرحله المقبله اللي هي النمو الارتفاع، المرحله اللي بيكون حذرين نكون حذرين فيها اللي هي مرحله التضخم. لهذا السبب نتمنى ان سعر النفط، طبعا محافظه على مستويات ال 90 لل 120 اعتقد مناسب، لكن فوق ال 120 هذا اكيد راح يسبب في التضخم، وبعد التضخم اكيد راح يكون في اللي هي الركود. شكرا جزيلا لك أستاذ رائد، الشرح واضح و يعني ما قصرت، كفيت ووفيت في هذا الشرح لهذه المنصة. وأعتقد أن هذه المنصة قد تكون منصة ممكن أن تكون مثل ما نقول ريلايبل أو يعتمد عليها، إذا بالنسبة للمبتدئين أو بالنسبة حتى لمن لديهم الخبرة، إذا كنت تنصح بها. أكيد، لا، منصة جدا ممتازة، معلومات فيها يعني تقريبا من أفضل المنصات اللي هي المجانية، لكن في منصات أخرى، لكن هذه المنصة لا جدا ممتازة، هي أو منصة ياهو فاينانس هي بعض جيدة، لكن هذه تعد من أفضل المنصات للمتابعة. شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية بهذا العرض لهذه المنصة. نكون قد وصلنا إلى ختام جلساتنا، وقد يكون لدينا ربما جلسات أخرى في المستقبل مع الأستاذ رائد الحمران لمزيد من المعلومات إن شاء الله. ضيوفنا الكرام، وصلنا لنهاية جلستنا لهذا اليوم. نشكرك الأستاذ رائد جدا على هذه المحاضرة، والشكر لكم ضيوفنا الكرام على مشاركتكم معنا بإذن الله. هذه الجلسة سوف تكون إن شاء الله هي مسجلة، وسوف تعرض على قناة المجلس على اليوتيوب لمزيد من الفائدة، ولمن لم يحضر الجلسة أو لمن فاتته بعض المقاطع. نلتقيكم بإذن الله في جلسة الأسبوع القادم مع موضوع وضيف جديدين، في أمان الله. شكرا جزيلا لكم جميعا. جزاكم الله خير، شكرا، جزاكم الله خير، شكرا لحضرتك.